خلقتني ليه؟ خلقتني ليه بدلها تخلي دي نهايتي؟ خلقتني عشان اتعذب واتضرب واتشتم؟ ولا خلقتني عشان اطلع مدمن وحرامي وكداب؟ ولا خلقتني عشان تشوفني كل يوم بموت قدامك؟ انت فين؟ انت فين؟ انت فين؟ انت فين؟ لا لا انت فين؟ يا رب انت فين؟ انت اخر واحد انا عايز اشوفه دلوقتي. انت جاي لي ليه؟ جاي لي بعد ما اتدمرت خلاص؟ شفت تربيتك وصلتني لايه؟ شفت الاهانه والضرب والتهزيق عملوا فيا ايه؟ ده متخلف، هيكون عمل ايه يعني؟ نجح على حروجرب في الابتدائيه وهيطلع عينينا كمان في الثانويه. جاي دلوقتي زعلان عليا؟ ابعد عني، انا طايق اشوفك ولا افتكرك. انت بتشتمني ليه؟ انا ما وقعتهاش. انت كمان بترد عليا؟ يعني غبي وكذاب؟ انت لازم تتربى، لازم تتربى. عارف زمان كان نفسي في ايه؟ انا راجل وليا حق عليكم وحقي عليكم انكم تحترموني. نفسي تسمعني تحترمني تحبني. عشان كان نفسي ابويا وامي يكونوا حنينين عليا، لكن للاسف علاقتي بيهم كانت عباره عن ضرب، اهانه، تهزيق، مش اكتر. اوقات كتير كنت بحس ان هم مش اهلي اصلا. اوقات كتير كنت بحس ان هم ندمانين ان هم جابوني الدنيا. بتقول ايه؟ كنت عايزني ابقى راجل؟ طب ازاي؟ ازاي بعد ما مسحت شخصيتي خليتني قدام الغلط مش قادر اقول له لا؟ احنا من بكره كلنا نزود الجرعه. تمام. خليتني انسان تايه ضايع بدور على اي حاجه اخدها تنسيني اللي بتعمله فيا. والبرشامه جابت الشريط، والشريط جاب الحل، ودخلت جوه الدوام. انت السبب، انت السبب. ابعد عني، ابعد عني، مش طايق افتكرك. ابعد عني. وانت جوه عايش باشا ملك، اكلك شربك يوصلوا لحد عندك. لا نور بيوجع عينيك، ولا دوشة بتزعجك، ولا حد يقدر يهزاك أو يضربك. عمرك سألت نفسك ابني لما بيطرد من البيت بيروح فين؟ يا ترى معاه فلوس ولا مش معاه؟ بقولك ايه؟ أنا عندي الحل لكل مشاكلك. طب ما تقولي أهو. مفتاح الحياة. أنت عايزني أضرب؟ صدقني ده هيفرق معاك قوي. انتوا اتجننتوا يا ابني؟ دي هتنسيك ابوك وامك واللي خلفوك. مش بالضرب هنسى. امال بالضرب؟ لا مؤاخذه
انا كده هضيع نفسي. انت كده هتلاقي نفسك. خايف اتعود عليه زيها زي السجاير، لما تقوس تبطلها بطلها. اضرب وادعيلي. لا جرب ما تفكرش. جرب. انت خسران حاجة يا عم؟ بقول لك ادعيلي. ما تفكرش. جرب. ادعيلي. هجرب. واحدة معاك بقى. هجرب. واحد في الصندوق. جرب. كان زيك زيه بالظبط، قاسية وعصبية وشديدة. انتوا الاتنين السبب، انتوا الاتنين السبب. لا انت مالكش ان انت تحاسب. انا معرفكش. اللي سمعته عنك وانا صغير ان هما بيقولوا ان انت قلت ان نسيت الام رضيعها. انا لا انساك. وقلت كمان تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. وانا كنت تعبان. اقول لك سر، انا كنت خايف. كنت خايف من كل الناس. كنت خايف من ابويا ومن امي ومن نفسي. اقول لك حاجه كمان، انا كنت كل ما بهرب بخوفي وافكر فيك بخاف اكتر، عشان كنت شايفك زيك زيهم ماسك القربان. كنت بهرب. كنت فاكر ان الضرب هينسيني وهيقتل خوفي، لكن للاسف طلع بير غويط بينزلوا وبيطلعش. يا رب اكتب لي فرصة تانية يا رب للنجاة، فرصة واحدة يا رب اتوب بيها وارجع لك. فرصة يا رب واحدة وانا مش هسيبك ابدا. يا رب ما تخليش لي نهايتي. يا رب فرصة واحدة وانا مش هسيبك.